صباح الخير او مساء الخير على حسب التوقيت اللي بتشوفوني فيه. معاكم شيماء عطية، والنهارده معانا فيديو حلو جدا جدا، واللي هتقدمه معانا هي رودينا. ازيكم يا اصحابي؟ باي. خير او مساء الخير على حسب الوقت اللي بتشوفوني فيه. معاكم رودينا من قناة بكل بساطة مع شيماء عطية. النهارده هنعمل فيديو جديد، يلا بينا هنشوف هنعمل ايه. يلا هتعملي ايه بقى يا رضينا؟ قولي لنا. هعمل الكور دي معانا استيك، ندخله في الكورة وندخل كام واحدة. انتي بتدخلي لون ولون يعني؟ بعمله بكل سهولة، هو فعلا سهل جدا. ادخلها وارجع لكم تاني. بس انا وصلت لحد فين؟ انتوا شايفين؟ وبكمل معاكم اهو. انا هحط الحاجات الصغيرة دي على الكور. ممكن اعملها على مسدس الشمع. تتربط عشان ما تقعش حاجة. ندخل من الحاجات الصغيرة عشان نعمل زي دي كده. انت حاطة واحدة بيضة وواحدة صفرا ليه؟ عشان ياخدوا لون غير، عشان يبقوا شكلهم حلو. تمام. عشان تبقى اسودة. البسيها كده ورينا ورينا عشان تبقى شكلها. هي طبعا واسعة، هي عايزة مقاس كبير. انتوا بقى زي ما انتوا شايفين، لو حابين ان هي اهي تضيق على مقاسكو هتضيقيها على مقاس اهو. النهائي معانا بقى شكلها جميل جدا. اعملوا لايك وشير وسبسكرايب وفعلوا الجرس عشان يوصلكم كل جديد. واشوفكم ان شاء الله على خير وعلى خير في فيديو جديد. الى اللقاء. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. باي باي.